تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع المنامة لريادة الأعمال بتنظيم من محافظة العاصمة وبشراكة مع صندوق العمل تمكين تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة. ومن المفترض أن يشهد حضور ما يزيد على 5000 مشارك و30 خبيرا في مجال ريادة الأعمال من داخل البحرين ومن باقي دول العالم.